السلام عليكم شيخ وشباب، شخباركم؟ معكم حسين قناة سيسكا، واليوم راح نلعب ماينكرافت. طبعا اليوم راح نلعب في عالمنا الصغير، لا تصح ولا سيرفر، لان هذا بينحسب سيرفر. فاليوم راح نروح للكافية، ادرس في مكسور مبين مكسور ولا شوية، ودروع جديدة. طبعا كان عندي بو شو اسمه بينفينيتي، بس مع الاسف راح من عندي وراح انغراضي نصا بالنذر، مو لانها اني نوب ومتس، بس لانه نخليه على الهارد، عالم على الهارد وطبينا. ف يعني تخيل شباب كمية الصعوبة، سموه هنا المشكلة، المشكلة انه كتني الماجما كيوب، هاي المصيبة، بس كانوا هواي كلش، كان واحد كبيرهم وياهم، فجلدة كانت غير مقصودة نهائيا. جيب اذن الاسهم عسى وين يفيدنا. طبعا ذول البليجر قاتلناهم حرمات، لو كنت مصور كان خوش. فانتظر هذولي الان كان خوش. بعد ان ننطلق الى الرحلة الكف، خلنا جيبوا يا كسر، جيبوا يا كسر همات. لحظة خلي اشوف سرير منا هو اكسر بس نميت انا خوش برا. ليش يا اخي؟ خل اخذ لي سرير منا، عندنا 20 سرير. جيب هذا السرير وصعد فوق، كل شيء جاهز، خشب، استكات، هذا ما له داعي. شايل، خل افرغ الشغلات الزايده ما لها داعي. شيل هذا وشيل هذا الجولتنجوت، هاي مواردنا. طبعا محظوظين حصلنا هالكمية من الدايموند، بس هم راح نروح على مود الايرون، لا على مود الدايموند. الدايموند صراحة شغلته تعبان. تعال منين نحفر، خلنا نطلع قبل شوية، نروح بحصنتنا نربطهن. خلاص تعال، مو مشكلة. اوقف لحظة، احس الرندر صاعد. لا متى انتظرني خذ لحظة. وين هنا انا؟ لا والله الرندر نازل، ليش ملقلق؟ احس ملقلق. كمل، روح 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 يا الله يا الله. نروح للكهفي، روح نمشينا في المسافة، لانه هذا جو البيت كله مستكشف. طبعا بدلت الموبايلات، لانه موبايل ذاك الاخ في تطبيق اسمه جيم لانش او لانش جيم او هيك شيء، يعني بهذا الاسم. مصيبته هذا شنو؟ مقتنع انه شنو؟ تال بوكس، مقتنع انه تال بوكس. اي فمقتنع تطبيق هذا جيم لانش انه وين رايح؟ تعال ما طلعت قبل. وين ورا؟ فين قدام؟ شلون؟ شافت الرندار. اخ ليش كم صار الخريطة يا اخي؟ كبرها كبرها ومكبرها حجمها. اي هذا الحجم. اي فعشش كل عقله انه هذا مو لعبة، هذا تطبيق. أول لعبة وتطبيق بنفس الوقت. ما أدري كان قبل يصور لي ما قام، فبدلنا موبايلات. معلش كهف، هاي بابت النذر غلس عليها وطبينا البندجن. وبعد ما طبنا لا أموت هسه، ما أعرف ليش، ما أدري إيش يصير، لأنه نذر حال أبو كلب. خديش أحس روح ملقلق، ما أعرف شو، حتى اسمك ما يطلع ليش؟ لا والله تعال خلنا ننزل من هنا. ها انزل، ليش اسمك ما طالع يا عمي؟ تخاف تلعب الاعدادات؟ اذا انزل انا شموع. او ماي جاد، نسيت اجيب شموع. ولا شمع انت جبت؟ شتاك؟ عندي بعد جبت خشب وفحم. دي تعال ارميل ارميل. تعال مرت وينهم؟ هذني تعال لك ما شي ساعة. انا نزلت مو تجيت علي. لا انزل، ايش ما انا علي بالفتح. يلا حتى الموبايل الضوء ناصي. تعال تمام، طب جوا جيب جيب يا قليل استكات. زي مو مشكلة، خلنا ننزل. نين راح تنزل؟ لا مو بالكهف، اقول لك يلا خلنا ننزل بالكهف، ليش نحفر؟ خلنا ننزل ننزل نشوف لي وين وصلنا الكهف. وهذا انت وين؟ انا نزلت من غير جهة. انا حنزل منها، هاي نهاية المسجد. او تكملة للكهف. او ما مستقبل، لا مو متكملة. شنو اللي خرب؟ قشماريات. ننزل جرافل. يلا امزين شال كرف عبر امور عدا الشمع، نسيت شمع. او خلص هاي خلص الجرافل، كمل نزول. اقول لك ارتفعنا. اضل سويت او ما يهم يا الله ناسي انا كل شيء اجيب. اقول محضر
بخط بس بلاك واحدة. كثير الحمد لله على النكبة هاي. تشش جابك عليه ما تقول لي. ما في. دوخر دوخر ما عندك. دوخر منه واخر منه روح منه أوكي. كسر بيدك. الله أكبر. ده أنزل مو شيء على مرت الأخ. أنزل أقول لك ارتفعنا كافي 20 كافي مرة إحنا دائما 25. يا الله موبايلك فضول الضوء غير ناصي. آخر شيء الضوء لعب الروح. كمل شغل. أنا راح أمشي. زين. ها نحفر نشتغل بعد يا اخي دائما تعجيزي او ايرون ايرون انا راح انا امشي راح امشي بعد من هنا راح اطلع قبل ايرون اخذ فضل ايرون ترى ما عندنا بقى لنا ستاك يمكن او هيك شيء صرفنا 3 ستاكات ستاكر راح احترق دروع وهاي وشغل وتكسرنا دروعنا بسبب انه هذا الهجوم طبعا شباب اذا شفت الدعم على السلسله شو اسمه راح نبدا بدايه جديده يعني من اول من البدايه من الصفر فاذا شفت يعني دعم ابدا واسف لان مدى اشوف لان مدى القى وقت او مو وقت مدى القى شيء اصور عليه فضل الموبايل شلون شلون تلعب به شو الموبايل الخياس هذا لا مو الضوء حتى حركه الشاشه تعلق لي يعني فد خياس خياس حد خياس شنو هاي شو مدى جوعاني ليش او بيسبق خلي هواو السنة هاي شو دايمون نايس نايس تعال يا اخي لو عندنا فورتشن كان هسه خوش عشان طلع لنا دبل تخيل تكسر 6 دايموندات تطلع لك نص ستاك شي خارق اي فحم والله محتاجين كل شيء لو كيف كان شوية احلى يا الله الشاشة معلقة شو حرك منها حرك منها ولا كان اوه نايس نايس سوينا دروع بس نريد نطورها يا اخي هاي شنو هاي ماكو اي طريقه معود اصور بذاك الموبايل ماكو شلون تلعب بال تفضلي شلون متحمل اللعب هنا هم ملقلق وهم شو اسمه وهم الشاشه واقفه احرك الشاشه على ساعه احرك جيب اكافي هذا الفحم هاي الكميه كافي الحين غير طريقنا غير معود شو شفت ليش شفت لي او ماي جاد على الضوء خلنا ننزل هسه احنا ليش بعدين اوه كيف اوريدي لا الله لا اقول لك شيء ما بيها طبعا دايموند بعد نا شنو الحظ واو شنو هالحظ واو ليش تشوف المواد كل شغله اخاف تنفعلها مسوي الشاشه هيك شيء او بعد فوق تشاقه تشاقه لمس هاي الإضاءة هيك يا أخي ضاعت الشاشة ضاعت الشاشة ليش هيك أوقف تعال فضولي خلنا شو اسمه نطابق الإعدادات مالتي مالتك نسوي نفس الإعدادات تعال الاسم حتى لما يخاف الشباب راح نسوي الإعدادات ضبط الإعدادات مال ماينكرافت نسوي نفس الشيء ونرجع لكم أوكي شباب رجعنا لكم ما قدرنا نسوي شيء هاي شغلة ما أدري ما قدرنا نسوي هالشيء فكمل شغل من هنا ايش لقينا لافا ومن هناك هم لافا فما ادري شو انا مأيس احس ما حصل دائما ما اعرف ليش بس نمشي نقول يا الله عسى وين نحصل الظلمه عسى وين نصعد ببرنامج التصوير يمكن نتصعد لا لك هاي شنو هاي واو 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 بقوه واو بقوه واو واو لك عسى مو هواي بس يعني هواي لا مو هواي بس يعني واو دائما اقول السلام وين دوحت لو شو قد نايس اقول على مايس مايس شو اول بلوكتين مشيت مع شباب من انا اول بلوكتين قلت يا الله خلنا نمشي شو هذا مدرسه واو نايس فيري نايس والله ايش قد هلا خمسه يا با راح احسن الفيديو المطانيخ مو المطانيخ لانه ما يعرف هالشيء لا 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 اخي وقع باللافا نكمل شغل خلي بذاك الموبايل هواي احسن بس يلا مو مشكله خلي شمعه اذا يتصعد الضوء برنامج التصوير كان خوش لو يتصعد بهذا معدل الفيديو هم كان خوش بس اخاف ما يتصعد ردستان ما محتاجين ردستان تكسر واحد يطلع لك 200 يعني بالهبل ردستان فما اريده ما عندي اساسا ردستان بالاستاكات المهم انا اصلا ما اشتغل هواي شغل ردستاني فما اعرف ما راح اخذه حاليا الفيديو صار له 11 دقيقة وهيك شيء
واو فحم بقعر الأرض، يعني تخيل فحم داق بالبيدروك، فحم داق بالبيدروك. طبعا فحم مخيط تانية على مود اسوي شو ما شفته بالبدل، راح نجمع بعد عادي شنو زايد خير. ما شو احس ماكو دعم، دايما حصلته وانتهت. او ايرون نايس، ايرون في قعر الارض اصرف شموع بشكل مو طبيعي لانها الشاشة ظلمة ما بعرف شي ليه. كمل. او جولد ناخذه، فيدنا جولدن جزر او جولدن كاروت. يلا عاد اكسر. يلا اللي بعدها اللي بعدها. الو ايش صار؟ ايرون ايرون. اسف اذا الفيديو شوية ظلمة، صعد صعد والموبايل اذا يعني تشوفه ظلمة، بس شو اسوي بعد؟ الموبايل ذاك بتطبيق جيم لانش مثل ما قلت لكم، تطبيق جيم لانش. وهذا قل لي بما انه هو تطبيق مو لعبة اني ما اعطي هاي الميزات. زين ادري انت شو عليك، اني اريد افض عن التصور عليه، التصور على تطبيق عجبني، هذا التطبيق عجبني والتصور عليه، شو راح اصور؟ قل ما يحصل ميزات لانه هو مو هو تطبيق مو لعبة، شو الحكي هذا؟ طبعا هذا العكس ما طورته اني. من قاتلنا هذول الهجوم على القرية البليجر وما ادري شو اسمه بالضبط، هذول هاول يشيلون كروس باو هيك شي، قاتلناهم وطوني بعض الشغلات، هاي فد شي من الشغلات. يا اخي اكسس لك تاج لو شاربس 3 كان خور، بس تدري كان ضربة واحدة كان شالنا. لا يوجد دايموند عادي. اخذ بكاكس بعد له 64 ضربة طبعا. الله الله الله، شو الحظ هذا شباب؟ راح نس جولد. انا حظي وين الجولد؟ الجولد طبعا شوية ندرته اعلى من الدايموند، ما اعرف ليش. هو الجولد ازرب الازرب يعني شباب، سيف جولد. زين سيف جولد ب 32 ضربة يمكن، ما ادري 64 ضربة. والايرون ايج جيت ب 250، تخيلوا كم او دمجها مأنصة. الايرون احسن دمج يعني ما بفائدة. لا يلا مو مشكلة، خلاها دايما. او لابس نايس، ولو عندنا لابس بس يلا ما يخاف ناخذه. لحظة بنحفر هيك شي لان شايف باللافا، نجيب العيد بالتصوير يطلع المشهد يضحك. عاد بعدين تشتغل اغنية التابوت راسا، ولو اني ما عدل اغنية بس مو مشكلة ناخذها من اي واحد. اصعد اصعد الو كمل شغل. بابا الشاشة ولا تتحرك، انا احركها ما تتحرك. واو بقوة، شلون تلعب يا اخي؟ نكمل شغل. كمل 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 كمل. كسر 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 كسر. شكلي راح اطلع من هني. شو تقول الفيديو هم صار له يمكن ربع ساعة او هيجي، شو تقولون شباب؟ والله هي ما بعرف انا، بس راح انكسر. شوف شباب بضربة واحدة بعد بصفر ضربة. منين هاي الصفر ضربة؟ بس قولوا لي صفر يعني هيك بس. لو ما ما دمج يلا مو مشكلة. راح نصنع لنا واحد، نسوي كرافتنج تيبل، نخليها من هنا نفتحها. هاي سد ما ادري، بس انا رحت من جهة وانت رحت من جهة. او ايرون ما شال وياي. لحظة خل احلل هذا الخشب ونسوي ستيكس ونسوي لنا فرنس 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 وفرن ونطبخ لنا كم ايرونه. ايرون طبخ لنا اياها ونخلي الفحم وثاني الفحم. ننتظر شوية، ثلاث ايرونات بس ما رايدين اكثر. اقول لك بالله نام، شوف لي ما اعرف. اي أيوة والله ليل نام، بس لا رسبني بالبلوك وانا ما عندي بيكاكس، انا بدراسة انا اموت من كثر ما تلمت الشاشة راح تنطفي. طب واو ياما ايه الحمد لله ما رسمنا بالبلاك. هاي الايرون الثالثة يلا. الله ها شنو اطلع اطلع لا مو ما عندي ماما سكتي يا معودة سكتي دا صور. اوكي شباب راح نسوي لنا بيكاكس 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 بيكاكس. شيل هذا نطلع نطلع من الكهف. ليش اطلع مو انا شلون اكسر انكسر يعني شلون اصعد حتى اذا اريد اصعد؟ والله خلنا نصعد. راح اطلع شباب نطلع
ها ايش كان بيكاكس؟ ها اعوذ بالله الظلمة. ايش كان بيكاكس؟ سبعة. بس ما سويت انا اقدر اسوي. ها تقدر تقول شو اسوي؟ سبعة. ماكو شيء. ماكو شيء سبعة. هي شرح لك حفية خفيفة لطيفة. طلعنا ايش كان ما ورد. مو ذيك الرحلة بس قلت لازم اصور ما يصير. يعني عايش القناة وانا عندي قناة ولا طالما قلت قناتي وقناتي وهاي فلازم اصور عليها ما يصير. اقعد الموبايل هذا على شيء الضومات اقعد على شيء الموبايل واو شنو يعني انا صنع اخر شيء والله بعد خط طفي الشاشة كمل ادري ظلمة شباب بس اصور كمل. يا الله سألهم بالطريق فتشي ما جمعت هواي ايران زين انا شايل غراف كاملة وياي. يا الله كمل 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 ان شاء الله ايدي ما صارت على السماعة وما قصات مثل المقطع اللي فات لانه كان اي ايران والله كفو دعوات مستجابة حلوة. او دا اشوف وحوش دايرنا وحوش كل مدمجين وما ادري شلونهم. هلو هذا تال بوكس مع انه شوية مزعج وهم نصه غش في غش بس شباب احنا بنستعمل الغش يعني اذا احنا مطنخين هاي درجة شو نسوي بالغش هذا هاي نقاط الوحش خواه حلو شيء حلو يعني اعتبر نوع من المودات واحد يستعملها شو المشكلة. خلي شمعة هذا مود اللي شو يسمونه شو اسمه هذا الخريطة هم ما بيشي يعني شو المشكلة مود الخريطة ما بيشي يعني الساعة اعتيادي يعني اي واحد عنده مود الخريطة اعتيادي مو الا هذا تال بوكس هم نفس الشيء. هلو الكاس اوكي نطلع نشوفه. اعوذ بالله كهف جديد واو وبي نزلة بي صعدة همات فخل نستكشفه على السريع هيك بس لا نموت لانه لدينا الكثير والكثير من الدايمون اللي هناك. على كيفك بويا اضرب السبايدر. يلا سبايدر فزعة فزعة سبايدر راح اقتل السبايدر عشان شنو هاي شو عم فعل الشيلد وات تعال اضربني تعال ما تقدر تضربني ها حيوان الله يعلمك من هذا هاي سكنت اوكي مين قام واحد يضرب الاخ يا شو ما دا اشوف قام واحد يضرب حيوان تضربني بالقلبين نايس كمل نزول نزول انا هذا كليبر لا مو كليبر شو منه خفاش يجوز اي والله خفاش اختار خفاش كليبر خليه لحاله كمل كمل شغل ايرون ماكو شو بس فحم يا اخي اريد ايرون هاي شنو مستكشف مستكشف في هذا ستون احنا مستكشفين هواي كهف قاعدة ستون اكو وين هذا شنو تحب ننزل منه خل ننزل شوف عسى وين اكو شي بيحب يا اخي الشاشة والله ذبحتيني يابا ما احرك الشاشة احاول قدر الامكان ما احرك الشاشة اعوذ بالله والله ما ننزل بس ما استكشف شنو صار كمل عسى وين ايرون اسا ايرون ليش ما يا اخي احرك الشاشة عادي ايرون اسا اي شي في لا ايرون لا هاي حيل بعض والله هو هم ايش لانه ايرون ما ادري شنو قصته حاليا زين لقيت ايرون حلو كبر هذا الكهف عادة الكهف رفيع ولعب الروح هسه ناخذه شباب الايرون ادري عفته هسه ناخذه خلنا ناخذه يلا انا خاي دا شمع اخاف يجيني كليبر يشيلني انا والايرون جيب الايرون ايرون هو ما احلى الايرون الايرون هو شيء اسطوري يعني اقوى من الجولد نفسه الجولد اندر من الايرون كان متالي جولد انقص منه خلنا ناكل في حالة هو لو ما تدعب في حالة تجاند وحش ما اريد اجيب العيد صراحة شايل ولا هو قليل دايمون خمسة بس يلا الفيديو صار له 20 دقيقة 20 دقيقة ورانا شوية مونتاج لا راحت الايرونة اوكي شباب نكمل استكشاف شمعة تخلي معودة ماما
شنو القصة يا أمة؟ غلس يا شباب غلس. ناس ذا جوا وحوش ماكو دايرنا لأنه ما قاعد يطلع نقاط فوقهم. أعوذ بالله وحش هنا أنا. كليبر الله ينكب هالوجه، الله ينكب هالوجه، الله ينكب هالوجه يا كليبر. واو زين حلث بسرعة. راسم بومبا وش ما منزل صوت اللعبة يعني حتى ما أسمع صوت. وحش هنا سبايدر لافا زين تدرون مو هذا مجني لابس فول ارمون. ننزل لو نطلع يا خلنا اطلع خلصت السبعه كل اقول على كل ناخذ بين الايرونتين ناخذهم ونطلع بعد كافي في طق بوت ليبر ناخذ بوجهنا. بس انا شايفه كان فعلت الشيل بس موبايلي ملقلق يعني فد مره يطلع مو يطلع بوجهي يعني موبايلي ملقلق شويه وما ادري اشوفه ظلمه حيل ما اعرف شنو القضيه. احاول القى برنامج تصوير زين واصور بالموبايل يا اخي بس قلت لازم انشر حلقه على الاقل لازم فراح اطلع عود بعدين. فلهنا وصلنا لنهايه المقطع طول الفيديو يا شباب فلهنا وصلنا لنهايه المقطع ما ادري ليش عددها خلي لايك واشترك في القناه لكم ما اشترك فعل زر الجرس وبس مع السلامه.